بعدين في الصالة فتحنا على المؤتمر الصحفي اللي كان يحكي فيه الدكتور محمد عواد. ضلينا نسمع لحتى أعلن عن العشر الأوائل، بداهم في الفرع العلمي والحمد لله كان من ضمن الأربعة الأوائل على الوطن. كنت متوقع معدل عالي فوق 99 والحمد لله جبت 99.7. ناوي أدرس إن شاء الله طب بشري بس ما حددت الجامعة لسه. أكيد كان كل فترة وفترة يدخل احتلال، يصير اشتباكات شهداء خاصة، بس مع ذلك واجهنا كل الصعوبات، درسنا بجد واجتهاد والحمد لله حصدنا بالآخر. بهدي لكل فلسطين، كل مرابط بأرض فلسطين، أهالي الشهداء والأسرى وكل واحد في فلسطين، بالضفة بغزة وبالداخل بكل المناطق. بحب أحمد الله سبحانه وتعالى، أشكر أهلي وفروا لي كل الراحة والسبل اللي خلوني أوصل لهون، وبحب كل ما أشكر المعلمات المدير وكل من ساهم أني أوصل لهون.